ثمامة بن أثال. في السنة السادسة للهجرة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان في جملة من كتبهم ثمامة بن أثال الحنفي، فقد كان من سادة العرب، من سادة بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالإزدراء والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير، ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت تتم الجريمة الشنعاء لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من شره. ولكن ثمامة إذا كان قد كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكف عن أصحابه حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتله، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. لم يمضي على ذلك وقت طويل حتى عزم ثمامة بن أثال على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه قريبا من المدينة نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان، ذلك أن سارية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرت السارية ثمامة وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد منتظرة أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمر. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا أساره. ثم جعل عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: أجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال، ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم إليه لبنها. وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة، ثم جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه، غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حيث بلغ نخلا في حواشي المدينة قريبا من البقيع فيه ماء، أناخ راحلاته عنده وتطهر من مائه فأحسن طهوره، ثم عاد إلى المسجد، فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها. ثم أردف قائلا: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله. وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه، فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لا أصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولا أضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمضي لأداء عمرتك ولكن على شريعة الله ورسوله. وعلمه ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته
حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، واستلت السيوف من أغمادها واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية وهو ينظر إليهم بكبرياء، فهم فتى من فتيان قريش أن يورديه بسهم، فأخذوا على يديه وقالوا: ويحك، أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، والله إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا المؤونة وأماتونا جوعا. ثم أقبل القوم على ثمامة بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها وقالوا: ما بك يا ثمامة، أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت إنه لن يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبع محمدا عن آخركم. اعتمر ثمامة بن وثال على مرأة من قريش كما أمره الرسول صلوات الله عليه وسلامه، وذبح تقربا لله لا للأنصاب والأصنام، ومضى إلى بلاده، فأمر قومه أن يحبسوا المؤونة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. أخذ الحصار الذي فرضه ثمام على قريش يشتد شيئا فشيئا، فارتفعت الأسعار وفشل الجوع في الناس واشتد عليهم القرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا. عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا فقتلت الآباء بالسيوف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عنا مؤونتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بأن يطلق لهم مؤنتهم فأطلقها. ظل ثمامة بن أثال ممتدت به الحياة وفيا لدينه حافظا لعهد نبيه. فلما التحق الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وطفق العرب يخرجون من دين الله أفواجا، وقام مسيلمة الكذاب في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به، وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة، إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه. ثم قال: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن محمدا رسول الله لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه. ثم انحاز بمن بقى على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض. جزى الله ثمامة بن أثال عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون. العبرة اللي ممكن ناخده من قصة ثمامة بن أثال أن الإسلام إن لم يحدث فيك تغيير حقيقي فأنت كده ما دخلتش في الإسلام. المفروض أن الإسلام ينقلك، يغيرك، يغير طبيعتك، يغير طريقتك، يغير فكرك، يغير حياتك، يغير هدفك. فإن كنت مسلمة طبعا بالفطرة وتولدت مسلمة فده مش معناه ان انت في الاخر بنتعيش حياتك زي اي واحدة، لا، انت لازم دايما نبقى احنا متذكرين ان احنا مسلمين. هو قال: انت رسول وانا اتبعتك، يبقى انا لازم يبقى هدفي هدفك وطريقي طريقك. فاللي ممكن ناخده هنا انك انت عايزين تغيير حقيقي في بيوتنا يا جماعة، يعني عايزة ان انت مسلمة يبقى اللي يخش بيتك يعرف ان هنا في مسلمين بيحافظوا على حاجات معينة، بيمنعوا حاجات معينة، بيوافقوا على حاجات معينة، حريصين على حاجات معينة. يعني يبقى في اختلاف واضح بيت المسلمة عن بيت غير المسلمة. الاسلام بيحث على كرم الضيافة، فلازم لما يجي لك ضيف تكرميه بزيادة. ليه؟ عشان احنا مسلمين. لازم مثلا لما بيحصل مثلا حرب ما بين فلسطين واسرائيل، الناس العادية بتقعد تتفرج وبيقعدوا ينظروا ويقولوا ده اسرائيل هتعمل، لا ده معقولة ده اللي حصل. لا، المسلم ما بيعملش كده، المسلم بينصر اخاه، ينصر اخاه يعني مش بالكلام، ينصر اخاه بالفعل، بالفعل. طب ايه اللي ممكن شوية ستات يعملوه يعني عشان القضية الفلسطينية؟
نعمل حاجة جديدة، يعني نصحى كده في جوف الليل ونرفع أيدينا لله سبحانه وتعالى بأن هو ينصرهم وأنه يصرف عنهم بأس عدوهم وأنه ينجيهم، ونقعد نتوسل إلى الله بأعمالنا احنا الصالحة، ونعلم عيالنا أن هم يعملوا كده. يعني إيه فعل أفعال؟ عايزين كده نحس أن في فرق ما بين بيت المسلم والبيت الكافر من كل ناحية بقى، من اللبس، من التصرفات، من حتى طريقتك وانت بتغضبي، من طريقتك وانت بتهتمي بالامور حتى الدنيويه العاديه. عايزين يبقى عارفه انت نتنفس ونعيش الاسلام، مش عايزين الاسلام يبقى في البطاقه، عايزين الاسلام يبقى في الواقع. نستخدم امكانياتنا، هو استخدم سلطته في نصر دينه، احنا كمان عايزين نستخدم امكانياتنا وسلطتنا في نشر الدين. فاحنا لازم يكون لنا دور يا جماعه، لازم بيوتنا يحصل لها تغيير، والتغيير ده مش هيحصل الا عن طريقك انت. يعني التغيير ده مش هيجي عند رجاله، الرجاله ليهم سكتهم، احنا لينا سكه بقى ايه تانية خالص، اللي هي التحريض. احنا عندنا القدره على التحريض على فكره، ما تستعليش بدورك، يعني توش انا ست وقاعده في البيت وهعمل ايه، لا لا لا، انت قادره على التحريض في اي اتجاه، تقدري تزقي اولادك في اتجاه معين، تقدري تحرضي زوجك على اتجاه معين. نعلم اولادنا ان هم يكونوا دعاة من وهم لسه يعني صغيرين. يا مثلا انت شفت غلط، لا ما تسكتش، لا اتكلم، اتكلم ازاي، اتكلم برفق، لا انا لاحظت ان انت كلمت صاحبك مثلا بطريقه مش لطيفه، لا احنا عايزين نحسن طريقتنا، احنا دعاة لله، فلازم ننشر الدين بالطريقه النبويه. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا مثال ازاي ندعو. اول حاجه اكرمه، جاب له احلى الاكل وعفى عنه، سبحان الله، يعني هو اصلا كان مهدر الدم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدر عفى، انما قبل كده لو ما كانش متمكن منه اهدر دمه. فاحنا كمان عايزين برضو نقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحته دي، ان احنا ما تعفوش ابدا وانت في مرحله ضعف. ما ينفعش تقولي لي اصل انا مهزومة ومغلوبة ومحطوط عليا بس بسامح، لا ما اسموش سماح، ده السماح بيبقى دايما عند المقدرة، يعني انا اقدر ارد بس اعفو. فنبي صلى الله عليه وسلم ما عفاش عنه الا لما لقاه مربوط ولقى نفسه عنده القدرة على انه يقول كلمة بس هتطير رقبته، في ساعتها عليه الصلاة والسلام هنا عفى واطلق سراحه، ودي اللي اثرت في نفس ثمامة وعرفته ان الاسلام خلق، ان الاسلام مش كلام، مش رغبة في السيطرة، مش رغبة في ان انا امشي الناس ورايا، لا احنا عندنا هدف وهو نشر الدين. ونشر الدين ابدا عمره ما يكون بالشدة الا في موضعها، انما في الموضع بتاع ثمامة وهو مربوط في سارات المسجد خلى النبي صلى الله عليه وسلم يلين لي. فاحنا برضو عايزين نفس الحكاية في بيوتنا، احنا نلين لما نكون في حالة قوة، ما تلينيش ابدا وانت في حالة ضعف. يعني ما ينفعش تكوني متزوجة من واحد ظالم وعمال بيظلم فيكي وعمال بيقهر فيكي وانت تقولي لي انا ايه بحبه وبسامحه، لا لا الكلام ده كلام فارغ، امال ايه؟ لا اظهر القوة، يعني بنستعان بالله انت هتعرفي على فكرة. يعني لو انت ضعيفة قدام الزوج الظالم ده في طريقة تكوني بيها قوية على فكرة قدامه ويشوفك قوية، بس انت مش عارفاها. والطريقة اللي بتخليكي قوية قدام بقى زوج ظالم بقى قدام اي حد ظالم هي طريقة واحدة لاش تاني، وهي انك انت تكوني من اولياء الله. لان انت لو بيتي من اولياء الله المقربين خلاص، من عاد لي وليا بقى اذنته بالحرب، خلاص خش انت بقى، ها ابعدي انت، ربنا سبحانه وتعالى هيتولى امرك وهينصرك وهيجيب لك حقك وهينتقم من اعدائك وهيشفي صدور قوم مؤمنين. ازاي بقى اكون من اولياء الله؟ في القناه هنا فيديو اتكلم عن الولايه ومعناها وازاي توصلي لها، اسمعي الفيديو وحاولي تنفذي. انا عارفه ان السمع سهل بس التنفيذ صعب. بصي استعيني بالله في التنفيذ، اصل انت عشان تكوني من الاولياء لازم هتكوني قويه في الحق، هتكوني من اللي عندهم القدره على التضحيه، عن التخلي عن بعض الافكار وبعض العادات وبعض الاراء. فالموضوع مش سهل على فكره، مش بسجاده وتروحي تحفظي قران ولا تعلمي التجويد كده بقيتي من اولياء الله، لا الولايه انت بقى تتعلميها في الفيديو وتحاولي توصلي لها، ساعتها خلاص انت بقيتي قويه جدا محدش يقدر يوصل لك. انما تقولي لي انا بسامح عشان مش عارفه عشان خاطر العيال، او بسامح عشان خاطر بحبه، او بسامح عشان خاطر، انت اصلا في موقف ضعف، فما فيش سماح وانت في موقف ضعف ابدا. امال ده اسمه ايه؟ اسمه تنازل. اسمها كده، اسمها تنازلتي. طب ايه اللي هيحصل لما تتنازلي؟ طبعا هيزدادوا طغيانا وافترى عليكي. فقصص الصحابه انت بتستفادي منها بانك انت بتحطي
القوة في موضعها وبتحطي اللين في موضعه، ودي مهارة وطريقة ما يقدرش يوصل لها غير بعض الناس اللي قدروا يوصلوا مع ربنا لمكانة معينة. أنا وانت دلوقتي في مكانة معينة، المكانة دي ممكن يبقى متلخبطين فيها أنا وانت شوي، يعني فينا اللي فاهمة ان المفروض ان انا بصلي في ربنا ينصرني، فينا اللي فاهمة المفروض ان انا لبست الحجاب بعد ما كنت متبرجة المفروض كل مشاكل تتحل، فينا فاهمين كده. ففي فهم خاطئ على فكرة عن الله، ولازم تعرفي ان في حاجة اسمها الحقيقة، في حاجة اسمها حقيقة. ها؟ فانت ممكن تكوني بتبتلى عشان انت مش عارفة الحقيقة، انما اذا قدرت توصل لها خلاص هيرفع البلاء. تخيل انت مثلا عندك بنت وفهم غلط، فهم المدرسة غلط وفهم التعليم غلط وعملة تلخبط في حياتها، فطبعا انت هتشوفيها قدامك بتعاني، يا بنتي يا بنتي الدنيا مش كده، هتقعد انت بقى تنصحي يا بنتي فهمي. هي اذا فهمت الحقيقة هتنجو، واذا ما فهمتش الحقيقة هتنها كده ايه زي الطرف ساقية. فربنا سبحانه وتعالى حاطط سنة في الكون، اذا انت قدرت توصلي لحقيقة الشيء للمعلومة الصحيحة صدقيني انت هترتقي وهتبقي حد تاني خالص مختلف. وطول ما انت في ابتلاء عارف ان انت لسه ما وصلتش للحقيقة. حقيقة ايه؟ حقيقة في عبادة الله، الحقيقة عن منهج الصحابة اللي وصلنا ليه، الحقيقة في التعامل مع الناس، التعامل مع الكفار، التعامل مع المؤمنين، التعامل مع الزوج الظالم، التعامل معه ازاي. الطريقة الصحيحة دي اذا انت وصلت لها انت هتبقي مستريحة جدا في تعاملاتك وهتبقي قوية جدا جدا جدا. وهو ده بقى اللي بيميز المؤمن عن غير المؤمن، قوة كده جواه ما فيش حد ابدا يقدر يكسره ولا يزل ولا يكسر عينه. القوة دي بتيجي للناس اللي فاهمة دينها صح. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بحقيقة العبادة وبحقيقة علاقتنا بيه وبحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.